تخيل بيزو. تخيل البرنامج انت قاعد كده يا واحده كلب بيعمل ايه؟ لا لا لا، ما انت لما تطلع كده كده هتلاقي الناس بتبعت لك هدايا تاني. ايه هات ايه هات حاجات الرجية من خارج ولا سنانك؟ إذا سنانك ما بقى تطلع يا تعبان نطلع حقنا ترجية مدينة جينا مدينة شو مانو؟ لازم يكون مع العباس جانا على حكينا بوضع طيب ما دم بحر اليوم دم بحر اليوم في الموضوع يلا توحشيني حياتي هتوحشيني حاجة تانية طب ماشي لا 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 هقول لك هيذكروني بإيه هقول لك هقول لك هقول لك اللي انت بتعمله ده دينا دي هاي الرقصه هاي الرقصه يا انت انا عندي اقول لك بعدين انا وياك الرقصه انا وياك الرقصه اي اي رقصه لا يا عم انت بتخبطني في مناخيري لا لا مش هاي ها مناخيري بتوجعني لا يا عم لا 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 مناخيري طب نبتدي بايه مناخيري انا مناخيني مناخيري او مناخيني اول شيء هاد اول شيء هاد اول شيء هاد يلا طب عايزين ايه يا دوم دا ردو دوم دو تيستا ريفر واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد بعد هيديك أحلى هيدي بنبسط أكتر يلا بعد بعد يلا يلا استنى هعمل الرقصة يا غبي يلا يا بتاع ما حدش فاهم حاجه اصلا لا روح سجل معلم وكده طيب طيب كوريا الجنوبيه ترحب بكم وتتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا ودعاء مستجاب هو ده والله هتضحك على المسرح وهي بتقول مين الطالب شنطار خبطت في العظمه بتاعتك عظمه انا هنا اصلا عامله حاجه كان فيها انا حاجه العصر خبطت فيها برضه والله حلو لا لا لسه ما جه بابا نسيم جه يا جماعه اللي بيوكلنا جبت لك كاكا يا بابا هو نسيم مين اللي دلعك بس ده واضح ان في حاجات ودوك الصوت كده الحاجات دي نسيم نسيم اعمل لي واحده خضرا معاك بقى من الاخضر اعمل لي مساج حبيبي لا 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 مش هيك مش هيك هو المكان بس يلا انا زلمه فعلا ما بتحبش طب انت كده على بس انت بقيتش بتعملها خلي كل يوم للبنت على خلاص انا من هلا بالباص عملت ايه؟ لا 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 غني الحلو بجد؟ لا بصراحه خلاص بعته لهون ما عرفتني انا صمت زعقوا لك يا نسيم مستحيل احسن مره غنيت فيها قدامك احسن مره سمعت ان هم زعقوا لا لا ما غنيتش كويس انا لسه مش شفتهاش مين اللي قال لك سمعتي من مين مين قول لك انا زعقوا لي زعقوا لك ولا لا ما زعقوليش يا بنت ما تنطق يا لا شعري لا شعري انا لسه مخبوطه في مراخيني شعرك الدافي انت بتروح قاعد انت بس اخلص منك برم برم يا انا وياك لابسين زي حياتي حياتي انزل انزل بحبها 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 بحبها
مبسوط حس مبسوط مبسوط ليه؟ طب انا شو ذنبي يعني ليه؟ بنت الادب ده الادب سقعتي ولا ايه لا 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 انا نفسي اصوت كلاسيك برجر لا لا جيهان اللي جايه اليوم انا جايه لك بدري يا جيهان اهو سبعة سبعة صار بينك نهاك الوعد فيش انكسر جوة رافائل لا والله ما كنتش هتمسخ أنا كنت ب... لا لا كنت عايز أقول لك حاجة يا غبي طريق هو ده هو ده اللي كنت عايز اقوله لك يا احمد متربي انا مش متربي انا بايع طب احذف واحده شو مسامحة؟ أنت ما حطيتش المايك، دخلت وفحت قبل كده. الحركة مليحة قبل ما أروح. لا نود ما نودعوكم، شو عندك هذيك الجلسة؟ والله بنجي. يا بهلة، نجي ندير فيكم دقيقة ونروح.